مساء الخير من القاهرة والناس، نشرتنا إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الرئيس مواجهة الفساد مسؤولية المواطنين مع الدولة. الاستثمارات القطرية في مصر آمنة. التعاطف مع تميم جريمة عقوبتها الحبس والغرامة. قطار الإرهاب يصل إيران. وإليكم تفاصيل النشرة. مواجهة الفساد ليست عملية تقوم بها الدولة فقط، ولكن المواطنين أيضا. هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر استعراض الموقف بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة، مشددا على ضرورة الاستفادة من المساحات الكبيرة التي تم استعادتها من الأراضي، مشيرا إلى أنه حال عدم الاستفادة من هذه المساحات أو طرحها بتخطيط جيد، فإن المجهود الذي بذلته الدولة سيضيع. وأوضح الرئيس أن إمكانية الدولة للاستفادة من تخطيط الأراضي المستعادة ضخمة جدا، ولكن منفصلة عن بعضها وتحتاج إلى شخص ينظمها ويستفيد منها ويطلق الأمل للناس. بين البيع والشراء يفتح الله، السعر مش مناسب يسيب الأرض ويمشي. بين البيع والشراء يا فندم يفتح الله. أنا دراعي مش ملوي، عايز تاخد الأرض، الأرض دي تمنها كده، مش هتدفع الأرض، هيحصل إيه يا فندم؟ مع السلامة. مع السلامة. بذوق الأدب. طب ما ينفعش يبقى بحاجة تانية. أيوه. أيوه. بالزبط. الكلام ده بقوله قدام الشباب كلها. بالظبط الكلام ده. بين البائع ده هو مش لاوي دراعي يقول لي إن أنا هديك دول وتاخدهم ولا ما تاخدهمش، لا. أنا بقى بقول لك، هقول لك ده ما تدفعه يا مع السلامة. هذا وطالب رئيس محافظ البحر الأحمر بضرورة الأخذ في الاعتبار ظروف المواطنين الذين يعملون في مناجم الذهب والتي استولى أصحابها على أراضي الدولة، قائلا أرجو أن يتم الإفراج عن العاملين في مناجم الذهب، مؤكدا أنهم ليسوا قطاع طرق بل كانوا يعملون ويجب أن تدعمهم الدولة حتى تجد حلا لهم ولوضعهم. وعن تأخر إصدار قانون المحليات قال الرئيس: انتخابات المحليات كلها إجراءات ونسعى للانتهاء منها حتى نستطيع تمكين الشباب ليقوموا بدورهم في صياغة مستقبلهم ومستقبل وطنهم. الاستثمارات القطرية في مصر آمنة ومحمية وفقا للقانون والدستور، هذا ما أكدته سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشددة على أن الدولة المصرية تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها. يأتي ذلك تأكيدا لموقف مصر الواضح من حماية مثل هذه الاستثمارات، لأن مصر لم تقطع علاقاتها مع الشعب القطري وإنما مع الحكومات والأنظمة التي ترعى الإرهاب وتموله. التعاطف مع أمير قطر جريمة. فقد نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المحامي مشرف الخشرمي أن من يتخذ موقفا تعاطفيا محاميا لأمير قطر أو اعتراضيا على قرارات السعودية ودول الخليج ضد ممارسات قطر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي يكون ارتكب جريمة إلكترونية وفق القانون المعمول به في السعودية، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب القانون السعودي المعمول به. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من مسؤولي إدارة حسابات على صفحات التواصل حاولوا من خلالها تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث تم ضبط متهم يقوم باستخدام الوسائل الحديثة في الغش داخل لجنة الامتحان، ومتهم آخر بمحافظة الجيزة لقيامه بالنصب على طلاب الثانوية العامة وتحصيل مبالغ مالية منهم عبر الإنترنت وإدارة إحدى الصفحات بمسمى شاومينغ بغش الثانوية العامة عقب إيهامهم بإمكانية تسريب الامتحانات قبل بدايتها. واعترف المتهم بالنصب على طلاب الثانوية وتحصيل مبالغ مالية منهم عبر الإنترنت من خلال كروت الشحن. الإرهاب يصل إيران، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى في هجومين منفصلين صباح اليوم استهدفا بشكل متزامن مقر البرلمان الإيراني في طهران ومرقد الإمام الخميني قرب العاصمة جنوب إيران، فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن واقعة إطلاق النار في البرلمان الإيراني انتهت إلى مقتل كل المهاجمين وعددهم 4، بينما أعلن مسؤول أمني إيراني عن مقتل 12 شخصا على الأقل في الهجمات. وعلق وزير الأمن على العمليات الإرهابية كاشفا عن أنه تم إلقاء القبض على مجموعة إرهابية قبل تمكنها من تنفيذ مخططها الإجرامي، هذا في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجومين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.